صح يا عادي، بجري على التريدميل، بحب اسمع موتيفيشنال فيديوز وانا بجري على التريدميل. فكنت بتفرج على فيديو بتاع واحده روكيت ساينتست مش عارفه بتفكر تغير العالم بطريقه ايه. هو انا بجري ببص على الفيديو كده لقيت صور صواريخ ونار ومش عارفه ايه، فانا بجري بموت من جوع، ببص على النار بعدين صواريخ نار اكل جاينت باربيكيو. وات اف بنار الصاروخ دي حطينا فراخ ولحمه كتير قوي، رحنا ايه عملنا باربيكيو. هبعت الفكرة دي لمين؟ ناسا. نزلت من على التريدميل بجري على التليفون، مسكت في التليفون بقى واتسحلت في الستوري. ناسا، عندي اكتر فكرة عبقرية في العالم ومش هدفعكم اي فلوس عليها. هنعمل جاينت باربيكيو، حط فراخ ولحمة كتير قوي، النار تطلع من الصاروخ، باربيكيو في اقل من دقيقة، سهلة. وطبعا بقى الافوارة بقى، هنأند وورلد هانجر ازاي؟ مش عارفة. فيري سستينبل ازاي؟ برضو مش عارفة. وطبعا هيعينوني في ناسا عشان افكاري العبقرية اكيد هم محتاجينها، والبرودكتيفيتي بتاعت ناسا هتزيد اكتر بكتير من سبيس اكس. وساعتها عملت تاج لسبيس اكس. بعدين خلاص الفكره، رحت البس ورحت على الجرادويشن بروجكت في الجامعه، خلصت البرزنتيشن وانا قاعده بقى بتفرج على ناس ثانيه وهم بيبرزنتوا، دماغي ما فيهاش غير باربيكيو. طلعت لي فكره وانا قاعده، وات اف ناسا ردت عليا بجد؟ فرحت في ساعتها مطلعه تليفوني وفي ناس قاعده جنبي عادي جدا، رحت فوتوشوبت الموضوع كله، ناسا ردت عليا وعزمتني عندهم عشان ندسكس الموضوع ونعمل الاكشوال باربيكيو هناك. ناسا مين اللي هترد عليا على ان احنا عايز اعمل باربيكيو بنار الصاروخ؟ واللذيذ ان كان اللي قاعد جنبي لو اي حد فيهم بص كده كان هيشوفني انا بفبرك ناسا. طبعا اغلبيه صحابي مش مصدقين عشان هم عارفين قد ايه انا بحط حاجات مختله عقليا على انستغرام بتاعي طول الوقت، ولا حد فيهم مصدق، بس كان في اقليه مصدقين ودول حمسوني قوي. قعدت افور وافور وموضوع يوسع مني ان انا عايزاهم يجمعوا. يا جماعه انا بهزر من غير ما اقولها. بدات البلان على كده، اي فوتوشوب ان سبيس اكس بيردوا على ناسا بيحاولوا يسرقوني منهم، قال لهم انت لو اخترتينا احنا بقى هنقعد 30 يوم بنعمل بروتوتايب للباربيكيو ونفراخ بقى لمده شهر، في الاخر بقى نعمل حفله كبيره بقى. والناس صدقت زي ما اعرفش. عشان بقى نتيك ستيب فيردر ونافور الموضوع اكتر، رحت عملت كان باز فيد بعتولي ومستنيين بقى يعرفوا انا هرد على مين، ناسا ولا سبيس اكس. بقى الموضوع عيب بيسخن، قال يعني بقى العالم كله مستنيني اقرر انا هشوي فراخ مع مين. خليت باز فيد تكون يعني نفسها تبقى الاكسكلوسيف ميديا اوتلت اللي هتانونس قرار مصيري زي ده. وبعدين بقى في مش هوقف على كده، لازم بقى الناس تتخانق على افكاري اكتر. فبقى في بقى تيم سبيس اكس وتيم ناسا، فرحت مخليه نتفليكس تبعت لي تقول لي انها ايه عايزه تعمل دوكيومنتري كامل على الجيرني بتاعتي مع باربيكيو في سبيس اكس. وبقى في هاشتاج بقى تيم سبيس اكس، بقى الكومبيتيشن بقى ايه نار عليا بقى، لازم بقى ناسا يردوا. فجوردن رامزي يروح رادد عليا ويقول لي لو اخترتي ناسا انا هوست باربيكيو. وطبعا دلوقتي العالم كله بيتخانق عليا بدماغي. والمشكله في اللحظه دي ان لو كان اي حد من الثلاثه اللي عاملين لي فولو كتبوا على جوجل ساره ابو الخير ناسا سبيس اكس ولا كان هيشوفوا اي حاجه. مفيش اي كلو ان ده بيحصل في العالم الحقيقي غير على الستوري بتاعتي. الناس كلها مصدقه ان نتفليكس عايزه تعمل عليا انا دوكيومنتري كامل على ان انا بشوي فراخ تحت صاروخ. يوم الثلاث كان يوم مصيري، اغلبيه صحابي مش مصدقين وكان في اقليه كده مصدقين وانا لحد دلوقتي مش عارفه ازاي. انا كنت في امبابه بعمل سايت ريسيرش عشان الجرادويشن بروجكت بتاعي قدام مدرسه، وعايزاكم تتخيلوا بقى السين اللي انا فيه، في نص الشارع تكاتك معديه عيال طالعه بتجري. فجاه ببص على تليفوني لقيت صحابي بعتين لي لينك لارتكل مكتوبه عني ان انا رايحه ناسا بجد. اول حاجه بره الانستغرام بتاعي بشويه فولورز بتوعي تحصل، وما زي لقوني ازاي جابوا حاجتي وازاي يكتبوا ارتكل كامل من غير ما يسالوني. ساعتها بقى صحابي اللي ما كانواش مصدقين بداوا يصدقوا، بداوا يكلموني صار الموضوع طلع حقيقي، انت فعلا رايحه ناسا. يعني كنت محتاجه كده لحظه لنفسي، فرحت رجعت على العربيه دخلت قفلت الباب على نفسي بفكر ان هما لو كانوا كلموني كنت هقول لهم اكيد بهزر، بس في نفس الوقت هما ما كلمونيش والقصه نزلت. وصحابي اللي ما كانواش مصدقين صدقوا. كان ساعتها عندي اختيار من الاثنين، يا اما اكلمهم واقول لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده، انتوا ازاي تاخدوا هزاري مع صحابي على ماي اون بيرسونال انستغرام وتقلبوها اخبار البنت المصريه اللي رايحه ناسا، يا اما اسكت خالص واقلبها سوشيال اكسبيرمنت. قلت هامن نفسي ورحت بعتها لكل الشركات اللي انا استخدمت اسمها ناسا نتفليكس باز فيد سبيس اكس، بعت لهم قلت لهم ان انا بعمل سوشيال اكسبيرمنت وان هم لو شافوا اي حاجه مني على ستوريز او اي حاجه يعرفوا انها اتس اول فيك وما يتضايقوش من اي حاجه بقولها. روحت البيت بفتح فيسبوك لقيت مش عارفه مين and 50 other friends shared this article، قرايب على اصحاب وعلى جو ساره انا اعرف البنت دي she's going to ناسا you go girl. انا بقى مخضوضه، انا ما توقعتش الفيدباك الرهيب ده. يا جماعه الناس دي كلها فاكراني رايحه اشوي فراخ في ناسا. فقلت بقى ايه نخلي الموضوع سبايسي اكتر. ايرين بقى مش بعتت لي بس، هي حطت صورتها وهي بتاكلني باربيكيو وعازمه نفسها على الباربيكيو وتقول لي عدي عليا نعمل معاكي انترفيو على افكارك العبقريه قبل ما تروحي ناسا. وبعد بقى ما فبركت موضوع ايرين الدنيا اتقلبت.
تليفوني بدا نون ستوب مسجز فولورز لايكس دي ام ساعتي ما توقفش ناس ما اعرفهاش كل حاجه مره واحده. يوميها بالليل في وسط الفرقعه لقيت بنش سيركل بيكلموني ودي كانت اول ميديا اوتلت تكلمني انا ساره الفتاه المصريه اللي رايحه ناسا عشان يعرفوا مني الموضوع مش من الستوري بتاعتي. فانا بقى رحت قلت لهم انا مستنيه اللحظه دي بفارغ الصبر. رحت حكيت لهم كل حاجه, قلت لهم سوشيال اكسبيرمنت, اخيرا حد كلمني, اخيرا حد عبرني بياخد رايي. لما عرفوا انها سوشيال اكسبيرمنت قالوا لي تاتي من باتر ستوري. وساعتها اتفقت مع بنش سيركل ان احنا هنعمل فيديو بقى ريفيل بنقول فيه ان كل ده كان سوشيال اكسبيرمنت ونعمل فبركه كل حاجه, ولا في الين ولا في ناسا ولا في سبيس اكس ولا في اي حاجه. وصحيت تاني يوم بقى مصر كلها بتتكلم على ساره, فيسبوك بوست عليها شيرز ب50,000, ارتكلز, فيديوز, كل حاجه ممكن تتخيلوها. جالي 10,000 فولوور اوفر نايت. الدي امز بتاعتي مش بتوقف وكله بيتكلم على البنت المصريه اللي رايحه ناسا. والكارثه بقى ان جالي كميه اوفرز حقيقيه, كومبانيز بقى وبراندز, اي حاجه ممكن تتخيلوها. اللي عايز يديني جزمه اروح بيها ناسا, جاكيت اروح بيه ناسا, شركه طيران عايزه تسفرني هناك ببلاش, دنتال كير بقى عشان وانا باكل باربيكيو في ناسا, وميك اب ارتست عايزين يسافروا معايا ناسا عشان يبقى شكلي حلو هناك, كل حاجه ممكن تتخيلوها. مطاعم قد كده عايزه تبعت لي حواوشي وكباب. I got free burgers for year. ما قابلتش اي حاجه من الاوفرز دي, ولا البرجر ولا فلايت ولا اي حاجه. وكان ساعتها مفروض اتقابل مع بنش سيركل في الويكند عشان نشتغل على الفيديو, بس في الفتره دي بقى الموضوع went viral بطريقه مرعبه. شيرز على فيسبوك مش بتقف, الفولوز اللي جايالي مش بتقف, الارتكلز اللي قاعده بتنزل بالدقيقه مش بتقف. ما بقاش بس في مصر, بقى في المينا ريجن كلها, ناس من الكويت ومن الاردن, حد بعت لي I'm number one trending in Japan على تويتر, ناس من ماليزيا, كل القنوات بتكلمني عايزه انترفيوز. الموضوع بقى يعني بيوند كل تخيلاتي عن السوشيال اكسبيرمنت اللي انا كنت عاملاها. وساعتها كان الموضوع كبر قوي لدرجه ان كان لازم اطلع اقول على الستوري بتاعتي ان الموضوع سوشيال اكسبيرمنت وان كل ده ما كانش حقيقي. الفينالي, فقلت زي ما بداتها هنهيها, فرحت عامله كان بقى دونالد ترامب رئيس امريكا بيبعت لي بيهنيني على اجمل سوشيال اكسبيرمنت حصلت في تاريخ انستغرام. وطبعا شرحت للناس كلها ان دي سوشيال اكسبيرمنت عشان توري قوه السوشيال ميديا, قد ايه الناس ممكن تصدق اي حاجه على السوشيال ميديا. وان الشركات اللي على الستوري بتاعتي دي كلها محدش فيهم بعت لي بجد, والناس اللي بعتت لي بجد ما خدتش منهم اي حاجه ولا حتى حطيتهم على ستوري. وبغض النظر ان في لسه ناس مصدقه ان ترامب بعت لي بجد, مش عارفه ازاي ومش عارفه هعمل معاهم ايه, بقيت الناس شفت منهم فيدباك حلو قوي. الناس كلها بدات تبعت لي تقول لي قد ايه هم لاحظوا ان كل حاجه بيشوفوها على السوشيال ميديا مش لازم تكون حقيقيه, اللي هو برافو اي ليرند ماي ليسن. طبعا كان في شويه نيجاتيف فيدباك, اللي بعت لي ايه الكاذبه, الاتنشن سيكينج, انت عامله كل ده عشان الفولورز. وكان في حاجات طبعا انبسطت منها قوي, زي ان كان في بروفيسورز بيبعتوا لي يسالوني لو ينفع يدرسوا السوشيال اكسبيرمنت دي في الماركتنج كلاسز بتاعهم. والمفاجاه بقى ان الموضوع فعلا وصل لالين, وقبل التصوير الين بعتت لي ان انا اروح اعمل معاها انترفيو. لا لا بهزر بهزر, مش قادره كفايه.